التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عرض الرئيس السيسي مستجدات جهود مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وأيضا الاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل المسار السياسي والحوار السلمي. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية دور مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع. أكد الرئيس السيسي على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليمن، وموقف مصر الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة جهود إيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية. وخلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اطلع الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. من جانبه أكد العليمي تقدير بلاده للموقف المصري الثابت والداعم للشعب اليمني والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدما بالشكر للرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، معربا عن تطلعه لمزيد من القرارات المماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة 23 لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار خلال الموعد المقترح في 3 مايو المقبل. وذكر المجلس أنه بمناسبة الاستجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر، يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية. وثمن مجلس الأمناء جهود مصر في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية. وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين إلى مطار شرق القاهرة قادمين من السودان بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحا أن عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان بلغ 2679 مواطنا حتى الآن. أعلن الجيش السوداني موافقته المبدئية على مبادرة منظمة إيجاد لتمديد الهدنة في السودان لإيجاد حل للأزمة الحالية. وفي بيان له قال الجيش السوداني إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح برهان تسلم مبادرة منظمة الإيجاد. وأضاف البيان أيضا أنه تقرر تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية، وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإفادة ممثل واحد عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.
أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 آخرين جراء الأحداث الجارية بالبلاد منذ 15 من إبريل الجاري، من بينهم 169 حالة وفاة بولاية الخرطوم. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، ذكرت وزارة الصحة أن الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف، مشيرة إلى أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غدا إعلان بايدن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. وشدد بايدن على أن سنه البالغ 80 لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه، لأنه بحال جيدة ومتحمس بشأن أفاق الفوز بولاية ثانية. كان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.